أن تكون على علم ودراية بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون هذه الدراية مشفوعة باتباعه واقتفاء آثاره والحياة على سنته والموت على منهاجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الديمومة على العقد أو الديمومة على العقد والعهد والإخلاص في هذا العهد، فلذلك ينبغي إذا حضرنا لمجلس مثل هذه المجالس الربانية الروحانية، مجالس سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا نقوم إلا وقد تمسكنا بشيء من سنته وشمائله صلى الله عليه وسلم، لنعيش على منهجه صلى الله عليه وسلم. فإنه لا بقاء للأمة إلا ببقاء سنته بين أظهرهم حية، فإذا ماتت سنته صلى الله عليه وآله وسلم فقد ماتت أمته، ولا حياة لهذه الأمة إلا بالسنة. والسنة أيها الإخوة الكرام كل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. لذلك أيها الإخوة الكرام هنا نحن دائما نتحدث عن جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حياته صلى الله عليه وسلم مثل حديقة غناء ممتلئة الورود والأزهار، فما من زهرة تقطفها إلى وتشدك إلى أختها وتنسيك في الأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم انتقل في حياته من طور إلى طور في الترقي، فلذلك كل نبذة من نبذ حياته صلى الله عليه وسلم فهي زهرة من الزهور التي تركها وترقى إلى غيرها صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتترقى إلى أن نلت من منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. قلت إننا دائما نأخذ جانبا من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه اللقاءات، وفي هذه الجلسة سنأخذ الجانب التربوي، الجانب التربوي من حياته صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم مربيا أستاذا، فلذلك صلى الله عليه وسلم حث على في ولاية من الولايات، والله الذي لا إله غيره إنني أرى الكثير من الشباب، لم أرى الشيوخ صراحة، ولكن الكثير من الشباب من إذا وعظته بأمر قد تلبس به والله تجد دموعه تسيل على خديه ندما وحسرة على ما صدر منه، ويستمع إليك وينقاد إليك ثم يأتي إليك متأطئ الرأس يطلب منك نصيحة لعلها تكون له مشعلا في حياته تنير له الدرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتربية الأجيال، وحث الآباء على تربيتهم وحملهم المسؤولية كاملة يسألون عنها يوم القيامة، لأنها أمانة، تربية الأبناء أمانة، وإنها خزي وندامة إلا من أداها بحقها. كثير من فرط في هذه التربية، تركنا الأبناء وتركنا لهم الحبل على الغريب. قد يقول قائلهم حاولت وحاولت، أقول كذبت، لأنك لم تحاول
منذ نعومة الأظفار، تركت الطفل صغير 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 حتى كبر وشب، وبعد ذلك روح فعل وفعل فعل، لا ما يفعلش. صاحبهم داعبوهم سبعا وصاحبهم سبعا، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فتربية النشء، تربية الأباء الأبناء أمانة، كل يتحمل مسؤوليتها يوم القيامة. وهذا مما من الأمور التي لا بد من السؤال عنها، ومن ضيعها هم أولى من يطالبونه يوم القيامة بأدائها. قال بعض العلماء أول ما يلقى الرجل يوم القيامة زوجه وأبناءه، أول واحد، أول بشر، أول خلق يتلقاهم الإنسان يوم القيامة سكون أولاده وزوجته. هؤلاء الذين كان ينعم عليهم ولا يألو جهدهم جهدا في لباسهم ومسكنهم وكسوتهم وعيشهم، عاش المرارة من أجل أن يعيشوا سعداء كبار، ولكن لم يعتني بالجانب التربوي منهم، فيقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا. هم أول من يطالبونك، يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا، لم يربينا، لم يعلمنا، لم يؤدبنا، فنحن نطالبه بحقنا. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأبناء مسؤولية الجميع، ونحن نسمع دائما في المجتمعات عن الكلام في ولاة الأمر، نعم هم مسؤولون نعم، ولكن الذين يتحدثون عنهم ينسون أنفسهم وينسون بأنهم مسؤولون، بأنهم مؤتمنون ومسؤولون. اسمع إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت. تدبروا الحديث جيدا، ما من عبد، مش كامل العباد ملوك ولا كلهم رؤساء ولا كلهم رؤساء وولاة، لا كل العباد، ما من عبد، كل عبد من العبيد، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا كنت ترى أبنائك لا يصلون، لا يتصفون حتى بصفات المسلمين، لا في لباسهم ولا في تحسيناتهم ولا في اخلاقهم، وانت ترى هذه الرؤيه وترى هذا المنظر القاتم القبيح، كيف تقول ربك يوم القيامه وقد حرم الله عليك الجنه في دار الدنيا قبل خروجك من الدنيا؟ قال حرم الله عليك الجنه قبل خروجك من هذه الدنيا، لماذا؟ لأنك ضيعت الأمانة التي وكلت إليك. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لم يحيطهم بنصح، لم يعلمهم، لم يؤدبهم، لم يأمرهم بالتخلق بإخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو غاش لهم. والغشاش
ما مأواه النار يوم القيامة. وأي مما يريد هذا؟ كل واحد يكره هذا، ما كانش واحد يبغي النار، وما كانش واحد راه مجتمع هنا وتصنت يبغي جهنم أبدا، ولا واحد يصلي ويعبد ويصوم يقول أنت من المبشرين بجهنم، ما كانش، ما يبغيها حتى واحد. ولكن فليقيم الإنسان نفسه وليصالح مع خالقه وليتق الله في أبنائه. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غير صالحين، يعيش النكد، يعيش المرارة، يعيش الضنك، يعيش الضيق من جانبهم ومن جانب غيرهم. لعنة الله عليك وعلى من رباك، اتفو عليك وعلى اللي بأبك وعلى أمك، أخزاك الله وخزباك وأنت السبب في ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي نجتمع احتفاء واحتفالا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يأمرنا بهذا. ولا بد أن يخبر بعضها ببعض، الاحتفال والاحتفال به فقط، يعني رقص طرب وما إلى ذلك وتبادل زيارات، لا، هذا أهم وأهم من ذلك. لو كانت الأمة الإسلامية كلها عن بكرة أبيها لا تحتفي ولا تحتفل إلا بمثل هذه المجالس، لما وجد المتنطعون الأغبياء من التلفية ما ينكرون علينا. ولكن عندنا وجه مظلم فتحنا لهم الأبواب، ولكن هذا لا يعني أن نسمع إلى غوغائهم وأصواتهم وما إلى ذلك، لا 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 يعنينا. نحن لا بد أن نحتفي ونحتفل كل سنة بمولده لنبين للأجيال وليرث السابق واللاحق السابق، وليعلم شيئا عن هذا الرسول الكريم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم بأنه ولد قبل أسبوع وهذا يوم أسبوعه صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤرخ لذلك ويرثه لمن بعده حتى تكون سنته باقية ببقاء أمته صلى الله عليه وسلم. وأنتم ربما ترون وتسمعون وتشاهدون في كثير من القنوات يسألون الناس الشباب في الشوارع متى ولد المصطفى، لا يستطيع أحد أن يجيب. كم له من ولد، لا يستطيع أحد أن يجيب. كم عاش، لا يستطيع أحد أن يجيب. لماذا؟ لهجرنا لسنته صلى الله عليه وسلم، ولأن هؤلاء التلفية حتى يعني أوسخوا لنا ديننا وبغضوا الشباب وبغضوا الشباب لدينهم ومحبة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فقط أن يعيشوا هذا اليوم ليسمعوا ويتدبروا وليعلموا في مولد تاريخه، تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى ساكعا في أذهانهم. فلا تجد، قل ما تجد مكانا يحتفلون به صلى الله عليه وسلم. هذا استمداد وامتداد لحياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتذكر سنته، لا بد أن نتذكر ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. فمن لم يقتدي به بمن يقتدي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولد كيف الدخان، انا اوريكي هذا وقفه ترعى حق الله عز وجل في هذا الولد وهو صغير، واهملت التربيه واهملت وضيعت الامانه التي حملك الله اياها الآباء بناتهم فضلا عن أبنائهم.
ومن أراد أن يبحث يعرف، ولكن الناس في غفلة والناس معرضون. وإذا قيل له أن ابنك أو ابنتك تفعل كذا وكذا فيطير فيك، تطير فيك طيرة كبيرة. وكيفاش وماش تلا بنتي يا ودي؟ أنا من نصيحة تحقق، أنا فاسق صح لكنك تحقق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوم بجهالة، أنا اللي جبت لك الحق ولكن أنت تحقق بنفسك إذا لقيتني صادق. يا ودي اطلب لي ادعي لي ربي كافيني. لماذا؟ لأني عاونتك في التطور. ربي تشكي مني لأن الوقت في هذا الزمان المظلم، والله نحن في زمان المتغيرات، زمن مظلم والكثير. وصلت عندنا لما ما وصلتش على 20 ضوء على 20. وينبغي ان تجث عندك ولد مثل هذا، روح الامن جيبه له الدار يجوا عليك الجرود ابو زر في جيبه. ولد هذا خبيث، والله عز وجل ذكره الخبيث. ان الله كان اللي ولده بلا هو عليه يمشي في الامن، وهذا امر واقع مر. والولد يبيع والبو يرعاه، عند كان جو صفى له جو. شوف الوقاعة وشوف الشيء اللي وصلنا ليه. أدنى أولادنا هم اللي بيشروا، وهذا الشيء انتشر كلها شيء في النار. والله العظيم يعني الشيء الذي يندر له الجبين أننا كل جمعة نسمع المواعظ ولكن لا نتأثر. لا يحق الجلوس معهم ابدا، لان الصاحب ساحب وان الصحبه تسرق الطباع. هذوك ما يسهروا يقرا حزب نتاع القران، ولا يسهروا على الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام كما يفعله الصالحون، ولا يسهروا على درس من الدروس ينفعهم الله عز وجل به، اما يسهروا الا على الخبث. ولا بد ان تعلم وتسول وين كنت مايت ومعاهم البت، واش كنت بتدير؟ أيها الإخوة الكرام، قلت لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب التربوي، وقد اهتم صلى الله عليه وسلم بتربيتهم وهم صغار. لماذا؟ لأن تربيتهم بعد الكبار تستحيل، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، الموفق وفقه الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأستاذ البشرية ومربي الإنسانية، علمنا كيف نربي أبناءنا ومتى. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت ولدت في النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي يا غلام الغلام ما هو ما بين السنة إلى التسع سنين، هذا غلام. احنا اللي عنده 19 سنة ولا مازال صغير. ارقد الصلاة ما يقولها عليه، ما يقول يصلي، ما يعلمه بها كاع، خليه مازال صغير. يا غلام إني أعلمك كلمات. لغلام ما يحتاجهاش في هذا الوقت، ولكنه يعيها ويحفظها وينشأ عليها ويتربى عليها وتجري في عروقه ودمائه، فإذا ما كبر سهلت عليه، لأن التربية في حال الصغر سهلة ميسورة، لكنها في حالة الكبر عسيرة معسرة. يا غلام إني أعلمك كلمات. واحد 9 سنين تخاطب، هذه مخاطبة الرجال، هذا تعليم الكبار. وما أعظمه صلى الله عليه وسلم من مربيا. انظر كيف بدأ الغلام، قال له يا غلام
لماذا؟ حتى يستجلب سمعه وبصره وعقله، فيستجمع ذلك كله حتى يسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا يسيل من فمه كما يسيل العسل من إنائه. يا غلام إني أعلمك كلمات. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمات، لو كان قال لي بغيت ندير عليك خطبة كان يمل من الضربة الأولى، لو كان باغي نقول له باغي ندير لك درس ربما هو صغير يمل من الضربة الأولى، لكن كلمات مختصرات ليستوعبهم وليكون أشد الحرص على الاستماع إليهم وتعلمهم. كما تقول إنسان يقول باغي واحد الكلمة، كاين الناس اللي تقول واحد يقول كلمة يقول كطول عليا، لا لا تطول عليا، تروح حتى واحد ما يبغيه، جيت تقرا صفحة كنت تلقاها طويلة تبدا تلقاها طويلة تبلع وتمشي على روحك. الناس تبغي اختصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام مربيا ومعلما ومرشدا اختصر له فقال له كلمات. أول هاتهن الكلمات أو هاته الكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في بالك، احفظ الله في زوجك، احفظ الله في أولادك، احفظ الله في كل ما تسعى وترعى. راقب الله عز وجل، فكل شيء منك يكون لله، كل شيء يكون طوع أمر الله عز وجل وإرادته. فإذا كنت كذلك كان فالله يحفظك من كل مكروه في الدنيا والآخرة، من كل مكروه يسوءك في بدنك، يسوءك في ولدك، يسوءك في مالك، يسوءك في زوجك. هذه بتلك، هذه معاملة الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، احفظ الله يحفظك. سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم اهتموا أيما اهتمام، وما أعظمهم بتربية الأبناء، فهم كثر، نماذج كثيرة جدا، لأن الأبناء استثمار، تربية الأبناء استثمار، والاستثمار هو سبب العيش، ومن لا يستثمر في هذه الدنيا لا يعيش فيها، لأن من عاش الشقاوة ما عاش في الدنيا، اللي عاش الشقاوة ما عاش في الدنيا، اللي عاش الشقاوة الأخروية ما عاش الجنة، ما عاش الآخرة. فلذلك استثمار الأبناء عيش، فلا بد أن يحافظ الإنسان حتى لا يضيع هذا الاستثمار، فإذا غرس غرسا يحق له ومن حقه أن يحافظ على هذا الغرس حتى يتنم. أما تغرس غرسا وتترك مهملة هاملة حتى تموت كما فعل في بعض الأيام المتقدمة في الاستصلاحات المزيفة، ومات الغرس وكذبت الناس واستثمرت مات كلش. لابد أن يكون الاستثمار صالح. قلت إن أعظم نموذج دائما أتمثل به نموذج
ولي من أولياء الله عز وجل، كان صبيا لكنه اهتم بتعليمه واهتم بتشيئته النشأة الصالحة واهتم بتعليمه، فتربى وترعرع وتعلم حتى صار رقما في هذه الدنيا، ألا وهو سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. احنا عندما نسمع سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره مباشرة يتبادر إلى أذهاننا باب وحجار. هذا هو الجانب اللي عرفه سيدي عبد القادر الجيلاني. ما نعرفوش بأن سيدي عبد القادر الجيلاني هو من أعلم زمانه رضي الله تعالى عنه في العلم، علما وعملا وتواضعا وزهدا وتربية وأخلاق وما إلى ذلك. حدث عن البحر ولا حرج. قال كما قال الإمام العيني، كان كل سنة يتخرج على يديه 3000 من العلماء ما بين عالم ومريد. ففي سنة فلما وصل 32 سنة تخرج على يديه 100,000 عالم. سيد عبد القادر الجيلاني مقبب مش حجار، عالم من يقتدى بهم ظاهرا وباطنا. كيف سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عاش في ولد في بوشتير من أرض جيلان من أرض العراق، لكنه كان شغوفا إلى طلب العلم، وبلدته جيلان ليس فيها طالب، ليس فيها علم، فيها الفلاحة فقط. وكان دائما يتلهى في الخروج من جيلان إلى بغداد ليتعلم العلم رضي الله تعالى عنه. فخرج من بغداد من جيلان وهو صغير، قيل 15 سنة وقيل وصل بغداد وعمره 18 سنة. فخرجت معه أمه تودعه، هذه الأم الزاهدة العالمة الصالحة التي أخرجت لنا شجرة بقيت مخضرة إلى يومنا هذا. فلما أخرجته مع القافلة قالت له بعد أن أعطته من المال، لأنه عاش يتيما، أعطته 40 درهم دينار من المال سرتها في كمه، وخرج مع قافلة من القوافل. فلما كانت تودعه قالت له يا بني إني قد خرجت فيك لله أني نظرتك المولانا، كما قالت أم مريم إني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني إن كانت السميع العليم. نظرت هل مولانا نظرت ما في بطنها لله عز وجل، فهذه المرأة الصالحة نظرت ابنها لله وأخرجت منه لله وأعطته لله، فقالت له هذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة، هذه آخر الشوفة اللي تعطي، هذا آخر العهد بك. من منا أب أو أم يترك فلذتك بيده وإن كان لطلب العلم يودعه ويعلم أنه لا يلقاه مرة ثانية. إني خرجت فيك لله وهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة. بهذه الكلمات الرائعات ربت تركت ولدها يسافر لبغداد لطلب العلم، ووقع له في بغداد ما وقع، انفلت له هذه 40 وبقي كما قال هو رضي الله تعالى عنه يعيش على 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 على, على ما ينبت بالسيل بالبقل والأوساخ، ما ينبت من الأوساخ والبقل وما ترميه الناس في المزابل. حتى قال لما جاءت يعني يوم ما جاء لبغداد بقيت أيام لا أكل ولا أشرب، لا أكل شيئا، فذهبت لعلي أرى ما ينبت من البقل من 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 المزابل، فما جئت مكانا إلا وجدت قد سبقت إليه، ما جئت من أكل. حتى دخلت إلى مسجد ياسين في سوق الحرانيين أو الروحانيين في بغداد، فجلست
أصافح الموت من الجوع. وهذا كله بسبب طلبه للعلم، مع أنه صغير في مقتبل عمره، لا يريد أن يرجع إلى بلده إلا وهو عالم من العلماء. فلما جلس يصافح الموت وإذا به يدخل رجلا أو شابا معه خبز وشيء من اللحم مشوي ووضع أمامه ليأكل، فبدأ يأكل وإذا به سيد عبد القادر الجليل صغير ممتد، فرحب به وقال له مرحبا تعال روح. فامتنع وتعفف مع ما به من الجوع، ولما ألح عليه جاءه وقال له كل بسم الله، فبدأ يأكل بكل تعفف. فبدأ ماذا تفعل هنا؟ قال أنا أقرأ القرآن، أنت أفقه هنا، احنا نقول التصوف، لا أتفقه، قال لي إني أتفقه، يعني أطلب الفقه هنا، أطلب العلم الدال أستدل به على الله عز وجل. فقال له تعرف رجل هنا يسمى عبد القادر الزاهد؟ قال له أنا عبد القادر الزاهد. فاستحيا ذلك الرجل وقال له أخبرك بأن أمك، لأن أمه كانت بعض الفيلة الأخرى تبعت له شيء من المال، شيء يصل وشيء لا يصل، لأنه ليس معروف، بغداد كبيرة ولا يعرف أحد. فهذا وصله لما أدركته الموت، وصله للزهد. قال له أمك أعطتني 8 دراهم وقد كان من الزاد ما معي قد نفد، ووصلت إلى حد أشرب الخمر وأكل الميتة بسبب ما أصابني من الجوع، فاشتريت من دراهمك هذا الطعام، فكنت قبل ذلك ضيفي فأنا ضيفك اليوم. فأخذ منهم الطعام وأعطاه ما بقي تعففا رضي الله تعالى عنه، وعاش في بغداد على فقره ويتمه وقلة مؤونته، عاش إلى أن صار كما قلت رقما حفظته لنا الدنيا هذا الرقم، وبقي وسيبقى باش بسبب أعماله الطيبة وسبب أمه الصالحة التي اعتنت بتربيته، إلى أن صار لنا رجل من الرجال الصالحين الذين نتمسك بهم. واليوم إذا أردت أن تعد أتباعه تجدهم بالملايين، وما أكثر هؤلاء. زيد على ذلك إمام مالك، الوقت طويل، إمام مالك سببه أمه، الإمام الشافعي سببه أمه، وهلم جرا كانوا هم الذين وقفوا في تربية أبناء، أما توقفوا في على تربية أبنائهم فلم يهملوها ولم يضيعوها. أيها الإخوة الكرام، أقول بأن هذا الجانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم، الجانب التربوي لا بد أن نعتني به، تربية الأبناء. الكل متخلق المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات من أجل أن نقضي على هذه الأمور التي نخرت المجتمع، أفسدت طبائعه وأفسدت أخلاقه. ولكن بدون جدوى، لماذا؟ لأن الوازع الديني ضعف جدا، فلا بد أن يحيى هذا الوازع الديني حتى تستتب الأمور وترجع الأمور بحول الله عز وجل. إن أخلص الله، إن أخلص النوايا ترجع الأمور إلى نصابها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يهتدون بهديه ويسيرون عليه ويحيون على سنته ويموتون عليها، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم ومصابرتكم. ونسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم، تجدونها أثقل من جبل أحد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، لأنها كانت دقائق في الله ومن أجل الله. اجتمعنا على محبة رسول الله فقط، لما اجتمعنا على دنيا ولا على بيع ولا على شراء ولا أبدا، وإنما فقط على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم شفاعته، أرسل الله العظيم أن يرزقني وإياكم شفاعته.
صلى الله العظيم ان يرزقني واياكم شفاعته في يوم يسبيع مولده صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.